من جانب اخر اعلن المتحدث العسكري تمكن القوات البحريه من ضبط قارب يحمل كميه كبيره من المواد المخدره بالبحر الاحمر واوضح المتحدث انه بناء على معلومات تفيد باعتزام احد قوارب الصيد تهريب كميه المخدرات داخل المياه الاقليميه المصريه بالبحر الاحمر تم على الفور الدفع بعدد من الوحدات البحريه لتفتيش المنطقه واصفرت عمليات البحث عن العثور على القارب المشار اليها مخبا بداخله كميه كبيره من المواد المخدره هذا وقد تم تسليم المضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيالهم